السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كلشي بخير، اموركم هانيه. اليوم بابا تقريبا شوف شي 7:30 عندنا، راني خارجه باش نتغدى في واحد المكازا هنا سميتها وان مارت، فيها كلشي، فيها كلشي. المهم غنتوما تشوفوا معايا شنو غادي ناخد، فيها كلشي. نديكم نضربوا دويره فيها، فيها الالعاب، فيها الشوكولا، فيها كلشي صراحه. كتقداي خضره، ديسير، هو كاين على الاشكال صراحه عندهم. ناخذ الثومه، خاصني الثومه، ما عرفتش كيبيعونا الحبه ولا هذا. ناخذ باكين هكا باقي مع الحبه، كيبيعوها بواحد 97 دولار، وهذه ب 5.97 دولار الساشيه هكا، ما عرفت المهم واش 87. المهم انا غناخذ هذه، ما عرفتش، تعلم شويه بشويه. كنقلب على ديك الورقه ديال البسطيله، قالوا لي راه كاينه هنايا، هي اللي مخرجاني ندير لبودي شي بسطيله. كيحماق على هاد الحاجه المالحه هكا، يا الخبيزات المعمرين هكا، المهم حاجه المالحه هكا ياك تشاها. المهم بغيت ناخذها، إلا لقيتها. كافي هنايا اللي بغا يجلس ياخد كافي، شوف هاد المنيات شحال كيديرو. غادي ناخد شي كوفر لي هنايا، شوفو معايا الثمن ديال هانا، شوفو الشكل ديالو، 99.97 دولار. الشكل ديال المرجان، المهم غير هادو زايدين حوايج عندهم هنايا راكم عارفين، عندهم كل ما كيتعلق بالتنظيف، كل ما كيتعلق ب المهم المطبخ، الماعن، كاين حركة مقيلات. المهم اللي جاي تقدا راه في والمارت كلشي عندهم، كلشي اللي جا على بالك كتحتاجي في الدار عندهم، لا الماعن، لا الفراشات هكا بحال الملايات، الخديات، الزرابي، بلاكارات، البيرويات، المهم عندهم صراحة عندهم ميت ميت كاع. عندهم بيجامات دابا مع وقت البرد، كلشي داكشي اللي عندهم جابرينو غير داكشي السخون. المهم تبارك الله مكازا عامرة فيها كل شيء.
بنطوفات رخاص بهذا الشكل. عاوتاني حتى هو زوين. المهم كتدخلي كتلفي هنايا حويجات ديال الدراري الصغار، هاد الجواكط هكا، هاد البيجامات، هادو ديال الحمام عجبوني صراحة، الصابون شنين. وهادي ديالهم ديال لوجيل، كاين بزاف د الموديلات ديال الدوش هكذا. هاد الحمام، هاد القريعة عاوتاني، صراحة هاد وان مارت كتدخلي ليها كدخلي. وزعما الأثمان ديالهم زوينين، بحال دابا هادي مثلا بسبعة دولار، 398 و 8 دولار، زويونه منها ديكوراسيون، منها كتدير فيها الصابون ديالك لو جيل. شوفوا البصله، شوفوا البصله شحال كديرها نتوما، 7 دولار، 7.97. شوفوا شحال فيها، ان شاء الله تقريبا فيها شي 2 كيلو، ولكن ما عندناش البديل. لا اله الا الله. غنكش لي هادشي كامل، خصني نحيد هادي بعدا. صوص طوماط، الحليب، واحد الخدية، جبتي جنب الخدة لي عند ولدي تماك. المهم كروفيت، عرفتي هادي كروفيت ديالهم، بحال كتاكلي شغنقولك، الله يحفظ، ما عندو لا ما فيه حتى شي مذاق نهائيا، داكشي مكون جلي، ديكورو صافي، ما المذاق ما تقلبوش عليه هنا في كندا نهائيا. نقلب على الحامض المرقد، بغيت ندير واحد اكله لولدي، وناري عباد الله غادي تسطع، ما لقيتوش حتى عييت، خديت غير الحامض العادي وصافي. اش غادي ندير؟ ما عندي ما ندير. ناري على اللوبيا، ناري على اللوبيا، شو كي دايره، تخنق لكم بالله، هادي غير المنظر ديالها كتشمئز النفس منها صراحه. شوف قداش طويله ويابسه، انتما يابسه كلها مكوله. قالك دايرين ليها 4 دولار، هانتوما دايرين ليها 4.88 ناقص، ما خصنيش باباها، جيب باباها بالناقص، ناقص بلاصتها شي حاجه. ندوقو كي داير عندهم، دايرين باربيكيو دعاتي، عرفت كتشوفي هذا الفيديو، غناكلو في بلاصتكم، ما يبقاش كحال ماما. تقدا زعما، ايوا تقديت في امان الله، انتما كتشوفوا معايا التقدير اللي تقديت داكشي. المهم خرج باش نخلص، ايوا قالت لي واحد لاكارت تخلصي انتينيت، تبركات لي بقات بغات تعطيهم، قالت لي انا ما عنديش فلوس، ما فهمتش علاش انايا شنو المشكل، ما فهمتش راه لحد دابا باقي ما فهمتش شنو هو المشكل صراحه. المهم جاب الله عندي بعدا الكونيكسيون، عيطت على الولد صيفط لي الكود ديالو، بعدا كاين وخلص بيه وخرجت. ما كتغزق على واحد الشوه تماك، تزق متقديه وفي الاخر نسمع كلشي ونجي. ايوا اش غنقول لكم، هذا مكان، هادشي اللي كاين، الله يخطي علينا بلادنا، هادشي اللي غنقول لكم.
ايوا المهم بعد ما استفت كاع داكشي اللي تقديت، ها نتوما بالزربه جيت كنوجد لولدي واحد الطويجين باش ملي يدخل من الخدمه، قريب يدخل دابا من الخدمه ان شاء الله، قلت لي واحد الطويجين مغربي، طويجين مغربي في الغربه. مشيت نتقدى نسيت مطيشه، درت لها غير شويه مطيشه د الحك من الفوق. المهم قبلوا علينا هادشي اللي كاين. ايوا واش غنقول لكم، نخليكم في امان الله وتصبحوا على خير ان شاء الله، حتى الفلوق مقبل ان شاء الله. هانتوما هانتوما واش ما تقولوش راني زعما جيت لكندا وجاني الكسر. هانتوما واخا هكاك راني كنوجد لولدي الشهيوات، طويجين مغربي، وجد ليه السلطه د الخضر المخلطه، ايوا الصوصيص اللي كيعجبو، البصله مشرمله، ايوا الفريت. وانتوما كتشوفوا الطبيله ديالي زوقتها من لا شيء. الصحه والراحه والعافيه ديالي، يلا جلس بون ابيتي.